الشغل اللي عم بقدمه بالمعرض هو جزء من مشروع اسمه حقل برميل الزرق اللي بلشت فيه باخر 2013 وبالمشروع كنت عم بعمل اعاده بحث واعاده تحقيق بحموله نفايات سامه اجت من ايطاليا على لبنان بالتعاون مع احدى الاحزاب اللي هلا بعدهم بقلب الحكم وقتها اكتشف وقتها اكتشفت الدوله الحموله بال 1988 عينت ثلاث علماء انه يكونوا المحققين الرسميين آه فالصور اللي عم بتشوفوها هن صور أخدن احدى آه عالم من هول الثلاث علماء اسمه بيير مانيشيف، هو ايكوتوكسيكولوجيست آه و هيربل آه فارماكولوجيست، بيير مانيشيف تهم انه شاهد زور، اعتقلوه تهموه انه شاهد زور ووقتها قال المدعي العام انه انا كيف ما ممكن صدق انه انت فبركت كل هالخبريه بنفسك انه انت جبت النفايات السامه على لبنان وتشوف انه كل الصور المنشوره بالجرايد آه، انت مصورة وقت اشوف انه كل الفحوصات العلميه آه، المخبريه انت انت عملتها ام انت طلبت انه تنعمل وقت اشوف انه كل التقارير العلميه كمان انت عملتها فوقتها انا كيف ما ممكن صدق انت كتبها ام انت ماضيها فكيف ما ممكن صدق وقتها انه انت ما اخترعت كل هالخبريه بنفسك. بالشغلة الثانية اللي هو آه، كل الورود التي رميت على راسي تعود متلهفه الشيء اللي عم بعمله هو مثل جست كتير صغير انه عم بخلط صور الزباله مع صور الورود والنبات يلي كانوا يصورون بيير فمحل كانوا عم بخترع كأنه عم بتخيل مثل نظام ايكولوجي مثل ايكولوجيا جديده نفيات والورود بتتعاون مع بعض بقلبها بتشوفوا في مثل حيتين زرق عم استعمل نفس الازرق استعملته قبل بالحقل برميل الزرق والصور تبع بيير مانيشاف الأصلية يلي يعني حطيتها بقلب إطارات معمولة من كل كل إطار عنده لون مع لون بين أخضر والأزرق وحواليهم في صور تبع كل الورود التي رميت على راسي تعود متلهفه فمحل يعني بدي بدي هول الصور انه يفوتوا بقلب بعض